شك ان كرة القدم يا جماعة بتمثل جماهيرية كبيرة جدا جدا، خصوصا في العالم كله وفي مصر، والزملكاوية وشعبية الزمالك. لكن احقاقا للحق، كرة اليد في نادي الزمالك عمل شعبية كبيرة جدا جدا ايضا لجمهور عريض من جمهور نادي الزمالك. لو احنا بنتكلم على اكتر لعبة فرحت الزملكاوية السنين الأخيرة أو طول الوقت، هي لعبة كرة اليد في نادي الزمالك على مر العصور وعلى مر الأجيال. ويكفي أن فريق نادي الزمالك هو المتصدر للبطولات في مصر. عشان كده النهاردة كان لازم نحتفل بهذا الفريق اللي بجد فرح الزملكاوية كتير جدا، ولعب وسط أجواء قد تكون في بعض الأحيان صعبة على سنوات فاتت. يمكن الموضوع بقى أسهل دلوقتي نواحي المادية موجودة، استقطاب لعيبة جدد موجود، لكن دايما فريق كرة اليد كان بيفرح الزملكاوية. عشان كده تلاقوا قليل قوي انه تلاقوا جمهور نادي الزمالك بيتوجه للمطار. دايما بنتعود كرة القدم، انا على ايامي ما كنت باخد بطولات جمهور الزمالك موجود في المطار وبيوصلنا وبيجيبنا احتفل بينا، لكن ما تلاقوا لعبة أخرى غير كرة القدم وهذا الكم من الجمهور يتوجه حبا وتقديرا واحتراما لرجالة بيعرفوا معنى كلمة نادي الزمالك. فلا شك أن فريق كرة اليد يستحق منا كل التقدير والاحترام. النهاردة في الزمالك اليوم بنحتفل بيهم بعد موسم أكثر من رائع لفريق نادي الزمالك على المستوى الأفريقي وعلى المستوى المحلي. النهارده الزمالك بطل الدوري، بطل السوبر، بيستعد في شهر 8 ان شاء الله لبطوله العالم للانديه اللي هتقام في السعوديه لمده 5 سنوات قادمه باذن الله. برحب معاكم بالمدير الفني لنادي الزمالك وابن من ابناء نادي الزمالك وحارس مرمى قديم في جيل عظيم، مدرب لمنتخب الكويت، مدرب لمنتخب عمان، مدرب لمنتخب مصر للناشئين والشباب، مساعد مدرب لمنتخب مصر، وحاليا المدير الفني لنادي الزمالك كابتن باسم السبكي. كابتن باسم، ازي حضرتك؟ اهلا كابتن خالد، اهلا. شرفتنا ونورتنا. والله متشرفين بيك ومتشكرين على المقدمه الجميله ديت. طبعا ارحب ايضا بالكابتن محمد رمضان هتلر، امتداد لعائله تعشق نادي الزمالك. احمد رمضان هتلر واحد من نجوم مصر وجيل عظيم جه في تاريخ مصر سواء لمنتخب مصر او لنادي الزمالك، وهو مدرب منتخب 98 حاليا، واخوه امتداد ليه وكابتن من كباتن نادي الزمالك ورفيق الدرب مع احمد الاحمر جيل واحد 1984، هما الاثنين طلعوا مع بعض فريق اول مع بعض، بيكملوا المسيرة مع بعض، كم من البطولات كبير جدا لمحمد رمضان هتلر كابتن فريق نادي الزمالك مع احمد الاحمر. ازيك كابتن محمد؟ الله يسلمك يا كوتش، ومتشكر جدا على المقدمه الجميله دي، وانا مبسوط ان انا معاك النهارده. الله يخليك، انا اللي مبسوط ان انا معاكم، ان دايما الواحد بيبقى مبسوط بجيل بيفرح كل جمهور نادي الزمالك. كابتن باسم، بدايه كده قبل ما نتكلم في كل حاجه، اعطيلي انطباع عن تكريم مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور ليكم النهارده بعد مشوار طويل من التعب، سواء من المجلس او منكم، لان دايما المنظومه بتكمل بعض. بص والله كابتن خالد، بدون اي مجامله، يعني دي يمكن اول سنه ليا مع نادي الزمالك. ما جيت مسكت الاداره الفنيه للفريق، فوجئت باختلاف كبير جدا في اسلوب التعامل مع فرقه بالظبط. سيستم التعامل مع فرقه كره اليد في نادي الزمالك، ومش بس فرقه كره اليد، جميع الالعاب الرياضيه في نادي الزمالك. من اول يوم بدانا الشغل، بدانا نحط الخطط والبرامج، ما فيش حاجه طلبناها اتقال عليها لا. سواء تدعيمات لاعبين، سواء معسكرات، سواء ادوات، يعني فعلا كل حاجه طلبناها اتلبت، ودي كانت حاجه جميله جدا 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 من مجلس اداره برئاسه المستشار مرتضى منصور. فعلا بنشكره وبنشكر مجلس اداره على
اكيد يا كابتن، انت كمدير فني ما بيلبى كل طلباتك، بتبقى بتركز بقى في النواحي الفنيه بالظبط، غير بقى ما لعيب وكابتن فين فلوسنا، كابتن اتاخرنا، كابتن دماغك بتتوجع واللعيب ما بيركزش معاك وتبقى مشكله. طبعا اكيد، وفعلا دي يمكن كانت مشاكل في سنين قبل كده صحيح. انما الحمد لله السنه دي فعلا ما حسناش بيها خالص الحمد لله رب العالمين. حتى بعد البطوله الافريقيه اللي اخذناها في شهر 10 في ابيجان ما شاء الله خدنا مكافئات مضاعفه، و النهارده اعتقد صرف السوبر الافريقي مع الدوري. ايوه ان شاء الله باذن الله هيصرف يعني هيصرف باذن الله ان شاء الله يعني كانت مفاجاه لينا بصراحه في المقابله اللي كان معانا ان هو فعلا صرح بالكلام دوت، وطبعا بنشكره على الكلام ده. ده امتداد لنفس الشغل اللي اتعمل من اول السنه. طبعا زي ما حضرتك قلت ان الكلام ما بيكون فيه استقرار في الاحوال الماديه ده فعلا بينعكس على اداء الفريق. والحمد لله يعني احنا طول الموسم. طب كابتن مشتاق مرتضى ما بتدخلش في التشكيل؟ لا ولا هو في الكوره بس؟ هو حتى في الكوره والله ما بيتدخل، بس انا بهزر يعني. يقول لك مين هيلعب وايمن حفني مش هيلعب معاك ولا ايمن حفني. فبجد لا، في فعلا ان شاء الله في استقرار في الفرقه الحمد لله. حتى دوت على فكره بينعكس بعد كده في حاجه مهمه جدا، ان اللاعبين اللي بعد كده اللي بنحاول ان احنا مثلا نتعاقد معاهم مستقبليا او ان احنا عايزين نضمهم للفريق في الفتره الجايه، اما بيعرفوا الكلام دوت عن نادي الزمالك والكلام من ده، ده فعلا بيبقى بيديك اولويه ان لما تطلب اي حد يبقى فعلا ان هو عايز يجي نادي الزمالك. صحيح. انت في دماغك لعيبه معينه مصريين او اجانب؟ ان شاء الله اكيد الفتره الجايه ان شاء الله هيبقى في تدعيم باذن الله من لعيبه، وخصوصا عندنا كاس عالم للانديه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. انا عايز اقول لكم بس برضو من ضمن نجاحات نادي الزمالك انه ما عندهمش محترفين، يعني نادي الزمالك في الدوري المحلي لا يمتلك لاعب محترف، عكس مثلا انديه زي الاهلي، ده حتى المدير الفني للنادي الاهلي اجنبي وعنده محترف اجنبي وعنده او عربي، وايضا نادي اعتقد سموحه عندها محترف انجولي، ويعني رغم ده نادي الزمالك ليس لديه لاعب محترف ويعتمد بالكامل على لعيبه مصريه داخل الدوري المحلي. دايما بيبقى في اعارات ماتش ماتشين ثلاثه زي السوبر كده، ما بيتم ضم لاعب جزائري او لاعب تونسي بيلعب ماتش او ماتشين او بيرحل او في البطوله الافريقيه، لكن احنا بنتكلم على دوري طويل، دوري المحترفين لكره اليد. محمد رمضان بقى لك كام سنه دلوقتي تلعب في نادي الزمالك؟ انا بقى لي كتير قوي، بقى لي بتاع داخل في 18 سنه. 18 سنه طالعين مع بعض من وانتوا صغيرين انت واحمد؟ طالع انا واحمد الاحمر. جيل واحد في كل حاجه، من ناشئين لحد درجه اولى منتخب كل حاجه. اول سنه ليك في نادي الزمالك كفريق اول كانت امتى؟ لا السنين دي ما بقاش فاكرها قوي، بس هو يعني دايما 2007. فاكر اول ماتش 2007 انا فاكر، لان احسن انا واحمد لعبنا سنتين قبل ما نطلع درجه اولى، كنا بنلعب بنتصعد انا وهو دايما في الفريق الاول، وخدنا بطولات كتير قوي من قبل ما نطلع كرسمي يعني تعمل لنا عقد وكده. كنا بنلعب واحنا في الناشئين، طلعنا مع الدرجه الاولى تصعدنا انا والاحمر، قعدنا سنتين عشرنا بقى فيهم النجوم الكبار احمد اخويا وكابتن روبي قبل ما يعتزل وكده طبعا. حسن يسري وكابتن حسن يسري اصلا كمل معانا، بس انا بتكلم عن الناس اللي هي ما كملتش كتير معانا يعني بالزبط. احمد ما كملش، كابتن وائل فهيم، كابتن روبي كمل معانا شويه وبعد كده اعتزل، بس هم من الناس اللي خلتنا يعني اتربينا على المكسب وعودونا ان مفيش حاجه اسمها مركز تاني دي ابدا ولا بنفكر فيها، هو اول بس. فهم الناس دي لهم الفضل بعد ربنا، والناس الاجيال القديمه اللي هم زرعوا فينا ان احنا لازم نكسب ولازم مركز اول، لازم نكسب كل البطولات، مفيش حاجه اسمها نفوت بطوله، لازم نكسب كل البطولات. فالحاجات دي هي فعلا لازم تتربى من انت في الناشئين، لازم تحس بكده، والناشئين اللي تطلع مع الدرجه الاولى يحس، اللعيبه الصغيره دي تطلع تحس ان من الفرقه بتاعت الكبيره ان هم لازم تكسب، مفيش حاجه اسمها مركز تاني، لان انت بتستقطب لعيبه من انديه اخرى مش متربيه على المكسب، عمرها ما كسبت بطوله. صحيح. طب انا عايز اسالك سؤال يمكن عكس كابتن باسم السبكي، يعني يمكن اول مره يكون مدير فني نادي الزمالك. طبعا هو ابن من ابناء نادي الزمالك، ولكن عاش عمره طول الوقت كان مدرب محترف في اكثر من دوله عربيه وكده. لكن انت عاصرت دلوقتي بنتكلم في 12 سنه يعني كفريق اول اعتقد يعني، فبالتالي عاصرت
اجيال، مجالس ادارات مختلفه كلمني بقى على اهتمام بكره اليد، شكل فريق كره، ايه اللي كان يعني قبل كده مشاكلكم، دلوقتي ايه اللي اتغير خصوصا مع تكريم مجلس اداره ليكم برئاسه المستشار؟ بس انا مريت بكل المراحل في نادي الزمالك، كنا بنكسب، احنا الحمد لله في كل المراحل بنكسب، يعني عمرنا ما في سنين وقعت مننا ما كسبناش. احنا انا فاكر مره من سنتين تقريبا او ثلاثه او اكتر، لا سوري 5 سنين، كان بيصارع من اجل البقاء. ثلاث سنين نادي الزمالك. صح ولا انا غلطان؟ صح كده. كانت حاجه غريبه يعني. 2013 2014 كنا فعلا، لان هو اللي حصل قبل المجلس الجديد ما يمشي تقريباً. من 6 سنين احنا قعدنا سنتين ما بناخدش اي مستحقات ماليه. ولما جينا طلبناها احنا ما فسخناش عقد، احنا كان ممكن نفسخ عقدنا ونمشي من نادي الزمالك. احنا قعدنا سنتين ما فيش فرقه في مصر ولا في اي حته في الدنيا تستحمل كده، بقى لنا سنتين ما ناخدش فعلا فلوس خالص خالص، ولا شهر، ولا انتوا ولا الجهاز الفني، ولا الجهاز الفني ولا اي حاجه. وكنا بنلعب وبنكسب، بتلعبوا حبا للنادي كده. وكنا بنكسب بطولات وبرده ما بناخدش حاجه. بس لما خلاص احنا قعدنا سنتين وما فيش امل ان احنا ناخد فلوس، حتى المجلس ساعتها كان البعض بقى اللي راح احترف يعني، اعتقد في قطر، لا كله مشي، كل اللي طلع اعترف وكله مشي، ساب فلوسه ومشي. كله يعني كل قال لك سيب الفلوس، اتنازل عن الفلوس ومشي، كله عمل كده للاسف، وكلنا مشينا كله بقى. طب الوضع دلوقتي بقى؟ الوضع دلوقتي منتهى الاحترافيه. انت دلوقتي عندك مدير فني، يعني جهاز فني محترم، بيجيب لك جهاز فني محترم متكامل، ما كانش في عندنا زمان ولا دكتور علاج طبيعي ولا مساج ولا اي حاجه من ده خالص عمرنا. ده الحاجات دي لسه من 4 سنين مثلا. طب هخليك تكمل، بس معايا طبعا الدكتوره شريفه الفار، طبعا عضو مجلس اداره نادي الزمالك. دكتور شريفه ازي حضرتك؟ اهلا يا فندم. اهلا كابتن خالد، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ وانا عارف ان انت يعني من اللي بيتفائلوا بيكي دائما، وانت تميمه الحظ والتوفيق لفريق كره اليد، وبيحبوكي وبيحترموكي جدا، فحبينا نعمل مع حضرتك مداخله. الحمد لله يا فندم، انا بشكرهم، يعني مش عايزه اقول لحضرتك الفريق ده فريق يعني فخر لكل المصريين مش الزملكاويه بس. صحيح. بس برضو زي ما بقول لحضرتك والكباتن بيقولوا لك وبيعترفوا ان سياده المستشار مرتضى منصور كان الداعم الاساسي والرئيسي لكل الالعاب، مش هقول كره اليد بس. الحقيقه برضو انا يعني مش عايزه اقول لحضرتك كابتن خالد، انا اتبسطت يعني قد ايه بالماتشات اللي لعبوها، رجاله 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 بمعنى كلمه رجاله. صحيح. ربنا يوفقهم ويحفظهم ويحميهم، ومش عايزه اقول بالاسم علشان ما انساش حد، لان كلهم والجهاز الفني والاداري والطبي ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم. صحيح. انا بشكرك يا سياده المستشار مرتضى على انك اديتني الثقه اني اروح مع فريق يعني كله ابطال علشان يقولوا عليا وشي كويس. الحمد لله، وطبعا ده فضل من ربنا، وربنا هو اللي بيحط القبول في لاي حد. دكتوره شريفه، طبعا حضرتك شخصيه محترمه، وانت اساسا من عائله رياضيه وكرويه، ولك تاريخ في داخل نادي الزمالك، فنشكرك على الدعم دوت، ونشكرك على وشك الحلو الجميل على الفريق وكلامك الرائع عنهم، وهم فعلا رجاله بمعنى الكلمه، واستاهلوا كل كلمه حضرتك بتقوليها. ويا رب ان شاء الله ابارك بقى لفريق كره القدم، فريقنا الجميل، انت عارف كره القدم يعتبروا بقى يعني مني. صحيح. ان شاء الله نبارك لهم قريب برضو باذن الله. انا اهم حاجه برضو بكره نبارك لفريق كره السله ان شاء الله باذن الله. طبعا ان شاء الله الساعه 7:15 انا هروح الماتش ان شاء الله. لكن ان شاء الله ان شاء الله بكره هحاول جاهده اني اروح، لان دي فرق النادي، نادي الزمالك الجميل العريق، كلهم ابطال. على فكره انا في نادي الزمالك من وانا في الناشئين اتربيت على الصاله المغطاه دي، ان انا اروح ماتشات اليد والباسكت ونحضر الماتشات، وكان كنا اجيال تقريبا كلنا بنحب بعض وبنعرف بعض وبنتمرن مع بعض، كوره مع يد مع باسكت مع طايره. فان شاء الله باذن الله اتمنى من نجوم نادي الزمالك حتى يعني بطلوا كوره، ان احنا بكره نكون متواجدين في صاله نادي 6 اكتوبر ان شاء الله، ونشجع فريق كره السله ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله باذن الله فريق كره السله كمان يحرز بطوله بكره، ان هي غايبه عن نادي الزمالك بقى لها
12 سنه تقريبا يعني. ان شاء الله يا فندم. اشكرك دكتوره شريفه الفاضل. محمد معلش انا قطعتك، كنت كنا بنتكلم على اول مره بيكون في جهاز طبي وعلاج طبيعي ومساج وكل ده ما كانش متوفر، ما كانش موجود خالص ولا اجهزه اللي احنا بنحتاجها في العلاج الطبيعي والكلام ده ما كانش متوفر بصراحه. سياده المستشار والمجلس المحترم، وبحب اشكر الاستاذه شريفه الفار، فعلا وش السعد ووشها بشوش جدا، وفعلا احنا مبسوطين ان هي كانت معانا ووفروا لنا كل حاجه ماديا ومعنويا، ان هم كانوا دايما في ظهرنا وعلى طول معانا، ودايما هم بيعتمدوا علينا في ان احنا نجيب بطولات او بيطلبوا مننا ان احنا لازم نجيب بطولات، وفعلا الحمد لله عمرنا ما خذلناهم. يعني افتكر السنه اللي فاتت في عز النادي كان بيمر ما فيش بطوله والدوري راح خلاص من بدري، كانوا طلبوا مننا السوبر السنه اللي فاتت، مجلس الاداره كله بالاعضاء بعض مجلس الاداره كلهم طلبوا فعلا، جولنا التمرين الصبح قبل الماتش بيدعمونا عشان نكسب السوبر، وكسبنا الحمد لله. وبعديها كانت فتحه خير على نادي الزمالك ان هو كسب الكاس بعديها للكوره. احنا دايما مجلس اداره وجماهير نادي الزمالك دايما بيحطوا الامل فينا ان احنا نفرحهم ونجيب لهم بطولات، فبصراحه بنبقى فل حلو دايما، واحنا دايما بنجيب البطوله اللي هي بتبقى في شهر 10 بطوله افريقيا، بتبقى دي اول السنه، فبتبدا بقى كل حاجه كويس، بتفتح البطولات بعدين. طيب انا عايز اقول بس، يمكن في التقرير شفنا المستشار مرتضى بيداعب كابتن حماد عبد الباري، لان كابتن حماد عبد الباري كان واقف الانتخابات مع الدكتور كمال درويش. وعلى فكره رئيس نادي الزمالك شخصيه غريبه جدا اقسم بالله، يعني رئيس نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور قدام عينيا كان الكابتن فاروق جعفر بيدعم الدكتور كمال درويش، وبعد كده تاني يوم لقيت كابتن فاروق جعفر في البيت عند يعني مستشار مرتضى منصور في بيت كابتن فاروق جعفر، فقلت له ازاي يعني. وبعد كده بعديها جه مدير فني في نادي الزمالك، فهو ما عندوش حته الضغينه دي ان ابقى يعني حد خلص ضدي اتربص له حاجه كده، فهو كان بنوع من الهزار مع الكابتن حماده عبد الباري. وكابتن حماده عبد الباري على فكره يعني من الناس اللي قيمه وقامه في تاريخ كره اليد في نادي الزمالك، يعني يمكن كان مدير اداري على الكابتن باسم السبكي ايام ما كان عنده 15 سنه يعني، غير نادي رئيس نادي الزمالك طبعا من سنه 92 وهو داخل نادي الزمالك، بنتكلم على أكتر من 27 سنة ورئيس نادي الزمالك داخل نادي الزمالك، والعلاقة دايما بتكون علاقة عشرة ومحبة واحترام وتقدير ما بين الجميع. عايز أرجع تاني يا كابتن باسم وأقول لحضرتك، عايز أتكلم عنك شوية قبل ما مين كابتن باسم السبكي؟ باسم السبكي حارس مرمى نادي الزمالك من سنة 83 لسنة 97، حارس منتخب مصر، اصغر حارس في تاريخ، اصغر لاعب شارك، اصغر لاعب شارك في تاريخ منتخب مصر. كم سنه كابتن؟ كنت 16 سنه و 8 شهور. ياه. لا كنت لعبت قدام مين يا كابتن؟ كنت السعوديه في كنا منتخب مصر بيلعب منتخب الخليج. دي كان اول حاجه لعبتها مع منتخب مصر. 16 سنه و 8 شهور. 8 شهور. تمام. بعد كده طبعا انا لعبت منتخب مصر الاول قبل ما العب سني في الشباب. وكنت مصعد في السن الاكبر مني منتخب الشباب، انا مواليد 68، كنت مصعد في السن مواليد 66 اللي هو فيه كان فيه كابتن ايمن صلاح طبعا وكابتن حسام غريب طبعا. بعد كده بطلت سنه 97، وبطلت بدري عشان كان جالي رباط صليبي سنه 91، كان موضوع صعب، كان موضوع صعب زي دلوقتي زي من دول. يعني كان صعب فعلا، قعدت العب 6 سنين متحامل عليها بس خلاص. واتجهت للتدريب على طول؟ اتجهت للتدريب، اشتغلت في نادي الزمالك لحد سنة 2002 شباب ناشئين. ناشئين، وكان فرقة محمد رمضان واحمد الاحمر، كان أول بطولة جمهورية ناخدها في تاريخهم، كانت معايا الحمد لله. وبعد كده مسكت منتخب مصر 2002، بعد كده سافرت الكويت من 2006 ل 2009، رجعت تاني منتخب مصر 2010 2011، بعد سافرت منتخب عمان 3 سنوات برضو، بعدين رجعت على منتخب مصر، بعدين على نادي الزمالك. واعتقد تأهلت مع منتخب الكويت لكأس العالم 4 مرات. 4 مرات، 2 رجال و2 شباب. مين كان سبب اختيارك وعودتك لنادي الزمالك يا كابتن بصراحة؟ والله كان اعتقد كان المهندس هاني زاده
والاستاذ احمد جلال، وطبعا كان معرض الموضوع على المستشار مرتضى منصور. وهو على فكره ما بيعرضوا عليه وشاف يشوف الموضوع ناجح بالظبط، تفاوضوا مع الاتحاد المصري لكره اليد. انا كنت ساعتها ماسك المساعد مدرب الفريق الاول، ف مهندس هشام موافق وجيت نادي الزمالك ان شاء الله، ومستمر مع النادي ان شاء الله باذن الله. حد يطلع من بيته باذن الله. محمد ارجع لك تاني وكلمني على التكريم النهارده. النهارده والله تكريم، احنا فرحنا وزمايلي كلهم فرحوا بتكريم النهارده سياده المستشار واعضاء مجلس الاداره، استقبلونا النهارده استقبال كويس وكنا مبسوطين. يعني انا شايف ان احنا هم بيقدرونا في فعلا على فكره كويسه جدا، جدع وكريم جدا على فكره في جداً. الفلوس يعني بالذات بجد والله ما بهزر، جدع وكريم وما بيبخلش على اي واحد يقدر يعمل حاجه للنادي الزمالك، ما بيبخلش عليه. ده حقيقي، بس تعمل ده حقيقي فعلا. اكسب ومالكش دعوه بالجانب المادي. احنا كنا زمان بنكسب وبنفرح مع الجمهور بس، او بنتاخرنا بالسنه والسنتين، فهي السنه دي لا بصراحه مش كلام بس احنا بنقوله، لا هي دي حقيقه. لان هو لو ما كانش بيتحقق ما كناش هنحقق بطولات. احنا كنا بنحقق بطولات، ما كناش بنكسب، بس ما كناش هنستمر. وبعدين احنا المجلس الاداره وست المستشار، احنا على فكره احنا حكينا اول ما هم جم والنادي عامل ازاي. احنا النادي كان بيسارع على الهبوط، وغير ده ما كانش فيه لعيبه. كل اللعيبه اللي في الجيش القطري، وفي انا صحيح كنت في الجيش، وتم تجميعهم وناس في الجزيره، ورغم كده على فكره كمان يعني رئيس نادي الزمالك ما بيبخلش على اي حد نفسه يحترف. يعني محمد ممدوح هاشم احترف، احمد الاحمر جه فتره احترف ورجع، عندك دلوقتي النهارده يحيى خالد بالظبط كده. هو اساسا تم شراؤه اعارته، لا تم شراؤه من الزمالك من الجزيره، المفروض لسه هيبتدي المشوار. تمام، مفيش سنه او راح سنتين بالظبط، راح يحترف اعتقد في المجر او المجر طبعا متقدمه في كره جدا. طيب انا معايا بقى كابتنك الاحمر كابتن احمد الاحمر، ايقونه كره اليد في نادي الزمالك ومعشوق الجماهير الزملكاويه زي ما بيقولوا. كابتن احمد ازيك والف مبروك. كابتن خيالي اخبارك ايه؟ اقول الحمد لله كله كويس. انا قلت يعني عشان طلعت مع منى الشاذلي مش هتخش معانا ولا ايه؟ ده بيتك يا باشا، ده بيتك ده حبيبي يا كابتن خيالي. اخبارك ايه ومبروك احمد والف مليون مبروك. انا عارف ان انت يعني بتلعب وعندك اصابه في رجلك وفي رقبتك وفي يعني كل حته. لا الحمد لله الدنيا ماشيه الحمد لله. هو طبعا في مشاكل بس الى حد ما، هو لا انا في المباراه دي شويه ما عرفتش ادخل فيها، لكن الحمد لله طبيعي بتاع نادي الزمالك والطبيعي بتاع فريق نادي الزمالك ان هي مليانه لعيبه ومليانه نجوم، وبيقدروا فعلا ما يعني حتى لو في حد يعني لعيب او اتنين مش في يومهم، لا بقيه الفرق بتقدر تشيل وبتقدر تاخد المسؤوليه. وده اللي حصل، ده اللي حصل طول السيزون بصراحه. يعني في اوقات لو اتفرجت على النهائيات طول السيزون هتلاقي الناس مختلفه طول الوقت، هي اللي بتشيل على الناس اللي قبلها. فدي ميزه رئيسيه بصراحه في فرقه. احمد يعني انا يعني دايما اللعيب الكبير بيبان في الماتشات الكبيره وفي التوقيتات الصعبه. فيعني انا فاكر مع جمهور نادي الزمالك مباراه الاهلي في فاضل 20 ثانيه، كابتن باسم السبكي بياخد وقت مستقطع زي ما بيقولوا، وبتنزل بعديها بثواني بتحرز هدف. يعني بتاخد على عاتقك فكره ان انت قد يعني الكره دي ممكن تيجي ممكن ما تجيش، لو ما جاتش هارد لك خلاص انتهى اللقاء. يعني مجرد ان الكره دي لو ما جاتش خلاص الثواني الاخيره دي هتنتهي ويفوز الاهلي بكاس السوبر. يعني اعتقد الاوقات الصعبه دي بيبان فيها اللعيب الكبير، وانت لعيب كبير يا كابتن. حبيبي يا كابتن خالد ربنا يخليك. هو طبعا الحمد لله يعني كل حاجه طبعا بقياده كابتن باسم، يمكن هو اللي في تايم اوت اتكلم في حاجه زي كده، وان هي فكرتها كانت كويسه ان انت تروح في الناحيه الثانيه عند لعيب اوريدي مش مصري ومش حافظه مش عارف حاجه زي كده. يعني شويه تعمل له انت الفنت على اليمين رحت داخل على الشمال على طول. بيبص شويه ما بيعرفوش يدافعوا عليا الاوروبيين، دي كانت ميزه من الموضوع. الحمد لله ربنا كرم، ما فكرتش في حاجه، فكرت في ان احنا التفكير اللي هو الطبيعي. يعني هي حاجه مش اوفر بصراحه، لان احنا لو اتفرجت على باقي عناصر الفرقه لا هو ده الطبيعي. لو اي حد يقدر يعمل حاجه هتلاقيه يقدر يعملها.
ما بيفكرش في حاجات كتيره، انا هشيل، انا هعمل، انا هخسر الفرقه، انا هكسب الفرقه، الكلام ده لا مش موجود. هي فرقه بنك الزمالك فعلا فرقه جماعيه، اسره واحده، ما حدش بيفكر بتفكير ان انا. لا طبعا طبعا، لا انا بقول لك، انا بفكرك يعني هفكرك بحاجه تانية. اعتقد انا دايما متابع لفريق كره اليد، اعتقد من سنتين برضو في السوبر كان خارج مصر وكان في ضربه جزاء تقريبا كنتوا هتفوزوا بيها او حاجه زي كده، انت دخلت شطها صح، فاكر ولا لا؟ كنا بنلعب الترجي فعلا، ترجي، ايوه ترجي، وكانت مباراه يعني صعبه جدا. ولعبنا بطوله ابطال الكاس ووصلنا في الفاينل وتعادل واخر البنالتي، ويمكن كنت مضيع بنالتي قبليها. فالغريب ان هما لا يعني هو كان في ثقه من الجميع، يعني هو حتى حسن يسري وكابتن ايمن وكله قال لي لا بتاع، وانا كنت لسه مضيع بنالتي او اثنين حاجه كده، كنت جبت ثلاث بنالتي وضيعت واحده او اثنين. لكن احنا يعني احنا عايشين مع بعض كتير وعندنا ثقه في بعض كتيره وعارفين امكانياتنا ايه، وكل واحد عارف امكانيات التاني، وازاي بنعرف ان احنا نوصل بالفرقه لبر الامان. فدي ميزه كبيره عندنا فعلا. صحيح. احمد تقول ايه لجمهور نادي الزمالك؟ يعني ايه الرساله اللي عايز توصلها ليهم يعني؟ لا انا طبعا يعني هم سبب الرئيس بصراحه في ان احنا دايما، انت دايما لازم بيكون في دافع، يعني في دافع بيخليك ان انت تطلع اكتر حاجه عندك بتاع، خاصه ان هو بعد الماتشات ما بقاش فيها جماهير، فشويه انت فاهم ان في الرياضه عامه الموضوع ده بيبقى صعب، ان انت تخرج ال 100% بتاعتك او اكتر حاجه عندك، عدم وجود جمهور الموضوع ده بيبقى صعب، لكن الناس دايما موجوده معانا على السوشيال ده. الناس اعتقد جولكوا الساعه 4 5 الصبح، 5 الصبح راحوا لكم المطار، يعني انت عارف يعني ايه واحد 4 5 الصبح يعني ما نامش وقام من بيته عشان يجي لك. كانوا موجودين في المطار، احنا وصلنا الساعه 6 وهم كانوا موجودين من الساعه 2 الصبح، فالناس منتظرانا. لا الناس فعلا مقدراك وعارفين انت ايه بالنسبه لهم، واحنا عارفينهم هم ايه بالنسبه لنا، ودعم كبير لينا فعلا دايما. واقفين ورانا، وفي الوقت اللي انت بتخسر فيه مش زي الجماهير العاديه، جماهير متفهمه فعلا. يعني انت لو شفت اي بطوله لا قدر الله او سيزون بحاله، سيزون اللي قبل اللي فات احنا خسرنا فيه كل حاجه، الجماهير ما حدش اتكلم في حاجه، بالعكس واقفين في ظهرنا، ولكل جواد كبوه، ومش يعني الناس لا واقفه في ظهرك، هو ما حدش بيفكر بطريقه سلبيه، انت خسرت بطوله احنا متعودين منك تكسب، لا انت ازاي تخسر والكلام ده، ما فيش الكلام ده خالص. الناس بتقف في ظهرك عشان تقومك تاني، عشان تقدر تكسب تاني، فدي ميزه فعلا جماهير نادي الزمالك. طيب يعني احمد، انطباعك عن التكريم النهارده، وانطباعك على استقرار اللي بيشوفه فريق كره يد، انت برضه انت مشوار من 2007 مع انت ومحمد تقريبا، مر عليك ظروف صعبه جدا، يعني ظروف ماليه ووقت من الاوقات، يعني قعدتوا سنتين ما بتقبضوش ولا بتاخدوا مكافآت ولا، اعتقد الوضع تغير تماما دلوقتي يا كابتن. تماما فعلا. يعني حتى عقود، اعتقد عقود بعض لعيبه كره يد بقت قريبه من عقود لعيبه الكوره يعني. لا هو ماديا الموضوع طبعا مظبوط جدا، انا اتكلمت حتى النهارده يمكن في التكريم اتكلمت، ودي شهاده حق بصراحه، ان احنا من 4 سنين كانت كره اليد خلاص، كان بقى بتنتهي مش موجوده. وكانوا في يعني في السنه اللي قبل ما يجي او السنه اللي قبليها كانوا في ماتشات المفروض ان هي كانت على تحديد ان مين اللي ينزل للدوري الدرجه الثانيه، ودي كانت هتبقى كارثه في تاريخ نادي الزمالك. لكن فعلا بوجود مجلس الاداره السابق والحالي واللي هو بقياده المستشار، لا الدنيا اختلفت تماما، ان هو قدر يرجع اللعيبه ويرجع لعيبه الهاندبول، وحاجات تحسب له فعلا الموضوع دوت، لانه دي ما كانتش سهله ان انت ترجع لعيب من كل حته. انا كنت بلعب في الجيش القطري، وهاشم كان بيلعب في الجيش القطري، وحسن يسري كان في الجيش معانا القطري، وكان ريشه كان بيلعب في الوحده السعودي، وكان كريم هنداوي راح النادي الاهلي، واللعيبه كان في حوالي 10 لعيبه مشيوا النوادي، صعب جدا ان انت تجمع كل اللعيبه دي تاني ترجعها لناديها تاني، الموضوع ده ما كانش سهل خالص، لان انت ملتزم بعقود مع الفرق اللي انت معاها، وفي لعيبه لسه ما خلصتش عقودها، كان لا كان الموضوع كان موضوع صعب جدا، لكن هو يتم ويحصل الدعم ويحصل بعد شهرين بالظبط. يعني هي الموضوع كان واقف على ان يبقى في اداره فنيه، وان هو يكون موجود لعيبه على مستوى معين، وهو ده اللي قدر يحققه مجلس الاداره السابق والحالي، يعني المستشار مرتضى، فعلا ده اللي تم. وبعديها انت بعديها بشهرين بالظبط رحت كسبان بطوله ابطال دوري كانت في المغرب بعد ما اتجمعنا بشهرين بالظبط،
صحيح صحيح صحيح. وبدأنا احنا في الفترة اللي فاتت كسبانين، يعني انا من ساعة ما رجعت في 2015، في اخر 2015 يمكن احنا كسبانين 3 أبطال دوري وبطولة أبطال كاس و2 سوبر أفريقي. و الدوري المصري كام؟ الدوري المصري 2 باين على ما أظن، 2 وبطولة كاس مصر. انت بتتكلم في حوالي 10 بطولات 9 بطولات 11 بطولة، يعني صحيح. مش ده مش قليل خالص، 3 سنين صحيح، حاجة كبيرة يعني فعلا. صح. أحمد أنت دلوقتي 35 سنة صح؟ شايف مشوارك في كرة اليد سواء مع الزمالك أو منتخب مصر شايفه لغاية إمتى؟ خصوصا كمان أنا بتكلم على أن أنت رغم إصاباتك الكتيرة لكن بتتحامل على نفسك وتلعب. السيزون ده كان كل حاجة ماشية طبيعية، وكنت بأدي أداء كويس ولعبت كأس عالم مش وحش، والدنيا كانت ماشية بشكل كويس. جت لي إصابة في يعني قبل ماتش الاهلي بتاع الدور الاول، يمكن دوت في اخر شهر 2. الاصابه دي كانت يعني شويه كانت محتاجه، اصابه في الرقبه كانت محتاجه ان انا اقعد، ممكن اقعد من شهر شهرين طبعا في التوقيت دوت، و صعب وفي وسط معناها عطل البطولات ديت، كان صعب جدا ان انا اريح. فكان مش حظر بال 100% بتاعتي، لكن حظر بحوالي 40-50% بس ابقى موجود. علاج مع تمرين الدنيا هتمشي، لكن مش هبقى زي ما انا يعني. ففضلت ده طبعا على ان انا ما كنتش موجود، مش مشكله ان انا ما اظهرش ان انا اعلى حاجه او مستواي الحقيقي، لكن المهم ان احنا نكون موجودين مع بعض، اكيد بندعم بعض اكيد. وقفنا جنب بعض هيفرق، فده كان اكتر حاجه بالنسبه لي بفكر. طيب عايزك توجه رساله بقى لرئيس نادي الزمالك مشتاق مرتضى منصور عشان هو معاه على التليفون الناحيه الثانيه. بشكره وبتمنى ان شاء الله دايما ان هو يكون الداعم الرئيسي الاساسي ورا فريق كرة اليد، ووجوده دايما بيفرق معانا. فبتمنى طبعا الفتره اللي جايه طبعا احنا مزيد من الانتصارات في ظل وجوده وفي ظل دعمه ان شاء الله. اشكرك احمد، اشكرك طبعا كابتن فريق كرة اليد من نادي الزمالك اللي مشرفنا، ومعايا طبعا رئيس نادي الزمالك مشتاق مرتضى منصور، يعني صاحب الفرح زي ما بيقولوا، لانه رئيس النادي لما بيكسب فريق بيكون هو بدا معاه المشوار، هو اللي بيتحمل المسؤوليه، فاكيد بيكون اكتر واحد سعيد بفوز اي فريق داخل منظومه كره او الرياضه في نادي الزمالك. سياده المستشار ازي حضرتك؟ ازيك يا خالد، اخبارك ايه؟ والف مليون مبروك. متشكرين، ومبروك لكل الزملكاويه، ومبروك لضيوفك الاعزاء. بمناسبه بس انك قلت ان فاروق عفر كان مع الدكتور كمال درويش، فاكر؟ واخد بالك، وواقف بقى وعمال يوزع له ورق، واخد بالك؟ وبعدين ايه، فجاه لما انا نجحت راح ناطط حاضني وبسني يعني، وقال لي مبروك والكلام ده. بعدين كنت في البيت عنده، هو كان في البيت مش فاكر يعني. بص احنا لازم برضو، يمكن نسيوا المهندس الحبه برجيله، من الناس اللي برضو كانوا مرشحين الكابتن باسم، شخصيه مؤدبه المحترمه. كابتن حبه برجيله، صح كده. فلازم نحيي حبه برجيله، لانه واحد من الناس اللي رشحوا كل الاجهزه دي، يمكن كان نسينه. يمكن برضو من الحاجات خالد ان احنا ما بنبصش مين كان مع مين. كابتن هشام نصر، اسالهم قدامك دلوقتي، هشام نصر من في اللجنه الاولمبيه، من الناس اللي هم وافقوا على العقوبات اللي وقعت عليه. انا شفته النهارده وهو بيسلم كمان. ابن هشام ناصر بيلعب فين بقى؟ في نادي الزمالك. مع الفريق. صحيح. وكان ليه طلب. والله يا استاذ مشرف بيعجبني فيك ان انت برضو الناس اللي ما بتعرفك وتقابلك ما تشيلش ضغينه لحد، بدليل ان انت يعني زي ما قلت لك واحد بيبقى ضدك في الانتخابات، الطبيعي والمنطقي ان هو ما يخشش النادي. هو كان ليه طلب على فكره، وبعدين هم كانوا المحرجين يكلموني فيه. قلت لهم فورا. ولا بتكلمني في ايه؟ هشام نصر حاجه، وابنه الجميل دون ده ابني هنا جوه نادي الزمالك. صحيح. لما تيجي يا خالد برضه، كان تعرف كابتن عبد الرحيم محمد الله يرحمه. الله يرحمه. كان في مشكله كبيره لما كان خطا في حق المستشار جلال، وانا خدت موقف منه. لما جه ابنه عايز، ليه اخ كان بيشتغل في الجهاز. فبرضه انت عارف في بعض الناس يقول لك ايه، مشوه. ده يعني كان ضد رئيس النادي والكلام ده. قلت لهم لما عرفت رجعته. لا وشغلت والله ودي مواقف تحسب لك يا استاذ مصطفى. وشغلت ابنه. فنيجي بقى، تعالى بقى عشان حماد عباري ده متغاظ منه جدا. حماد عباري عمل ايه بقى؟ حماد عباري ده من اخلص الناس بتوع كمال درويش. صحيح.
معايا. وانا احب البني ادم المخلص على فكره. حتى لو مختلف معاك. يا بيه ما عنديش. ما هو ابن اخو كمال درويش كان شغال معانا في النادي بعد ما الدكتور مشي، ما فيش مشكله. صحيح صحيح. اللي هو عمرو درويش. تمام. كان معاهم هدف في الفريق اليد لو خد بالك. فالمهم ايه؟ احنا قلنا هنعمل صمت انتخابي. خلاص النهارده مثلا الثلاث الاربع والخميس الجمعه الانتخابات محدش يعمل دعايه لحد، فظبط حماده بيعمل دعايه للدكتور كمال. جبته قلت له تعالى مش في يا ابني صمت انتخابي؟ قال لي اه. قلت له طيب خلي بالك دكتور كمال طبعا خصومته كويسه يعني في الانتخابات لما بينزل الانتخابات. هو راجل متحضر بيبقى انتخابات محترمه يعني ما بتبقاش انتخابات. وعلى فكره على فكره يا استاذ مشاري انت برضه تحترق يعني. هو طبعا في الصمت الانتخابي المفروض لا، بس هو يمكن عشان كابتن حماده عباري مثلا متربي مع الدكتور كمال وكانوا في كره اليد مع بعض. المهم ظبطت يا خالد. كويس. قلت له تعالى طب يا ابني دلوقتي المؤشر بيقول ان انا هكسب الدكتور كمال. تمام. هتكمل بقى في الدعايه همشيك؟ قال لا انت ما تقدرش تمشيني. قلت له ليه؟ قال لي عشان انت عمرك ما مشيت حد كان مع حد ضدك. قلت له الكلام ده. هو الراجل نايمك بصراحه. فانا بصراحه كل ما اشوفه بصطاده. تمام. يعني هو مش عارف كان حد قال لي ان هو كان المدير الاداري ايام الكابتن باسم. فانا النهارده بقول له يا ابني انت عندك حاجه و80 سنه. عامل لك وعامل شعرك واحد عنده 20 سنه. انت مش كنت الاداري بتاع الراجل ده اللي هو المدير الفني؟ هو طبعا اخ من الاخوه الموجودين في النادي. وبعدين بالنسبه لمصطفى الاحمر، لو انت احمد الاحمر لو انت جبت الفيديو، انتوا عرضتوا فيديو في الاول شام النسيم. في ست كده كانت محجبه لابسه شارب كده شيك كانت ماشيه جنبي. خلاص دي ام احمد. ومرات كابتن مصطفى طبعا. ومرات كابتن مصطفى. مصطفى ده صاحبي من زمان. ده جميل. تمام. فكانت ايه بتوصيني عايزه تروح مرسى مطروح في المعرض. كويس. فقلت لها طب نكرم الاول احمد بكره ان شاء الله وبعدين تطلع المعسكر باذن الله. انا بشكرهم جدا. وبالنسبه لكره القدم احنا خلاص اتفقنا. هي الست الفاضله دي يا سيدي اللي على شمالي دي. مش المزرعه، لا اللي اللي ورايا على طول. مش مدي فرصه لمصطفى الجويلي يتكلم انت خالص. ده كان يوم جميل امبارح مع الاعضاء حوالي 50 60 الف يا خالد. الحمد لله. مفيش مشكله واحده. المهم بالنسبه لفريق الكوره احنا خلاص اتفقنا ان شاء الله هيبقى فيه طياره خاصه. تمام. لتونس. هتروح تونس. النهارده سعيد ان حازم امام رجع التمرين. صحيح. سعيد ان خالد طيب خلاص الحمد لله. هيبقى متواجد ان شاء الله. انا كان عندي اجتماع النهارده مع جروس. بعدين انت بتقول يا راجل ده رضا عبد العال مخلص عليك. بتتكلم عليا انا ده رضا عبد العال كله. لا انا بقول يا سياده مشار يعني انت كرئيس نادي. انت حتى لو بتنتقد بتنتقد بحب يعني. انت عايز الراجل ينجح، ده اهمك يعني. انت لو نجح الراجل يعني اي بطوله بتخش نادي الزمالك بتحسب لمجلس الاداره يعني طبيعي ومنطقي ان انت في بعض الاحيان بيكون هناك نقد للبناء وليس للهد. بس هو مدرب كويس طبعا يعني. لازم نعترف ان هو مدرب كويس. لانك لما توصل دور قبل النهائي في الكونفدراليه وتوصل لدور اعتقد احنا دور الثمانيه في الكاس وبتنافس على الدوري حتى نهايه الموسم يا باشا. النهارده في راجل انا ما اعرفش ازاي مذيع خالد اسمه طارق الادور. كان بيذيع ماتش بيراميدز وبيذيع و بيراميدز كان بيلعب النهارده مقصه عدله. وانا سعيد بمستوى المقصه النهارده بصراحه. وده بيؤكد النهارده شوف او جمال عمر ده مش هو المدرب الاساسي. صحيح. ده كان مدرب مساعد انما عمل ماتش محترم جدا جدا جدا. المهم فالبي بقى بيقول ايه بقى؟ فرصه الاهلي في الدوري السنه دي هو هياخد الدوري. وراح عامل حسبه بقى. ايه الحسبه؟ قال لك الدوري الاهلي يكسب كل مبارياته ويبقى عنده 82 خلاص. طيب والزمالك؟ طب ما هو الزمالك لو كسب كل مبارياته هيبقى عنده 84. صحيح. لان هو هيلعب الاهلي لو كسب الاهلي هيبقى ايوه نقطتين. مش كده زياده. انا بريك بس التعصب وريك ازاي الناس لما بتكون عينيها مش شايفه حاجه. انا طبعا بعت له رساله يعني خد حقه فيها يعني. تماما تمام. فانا بقول النهارده انه الراجل ده لما بيعمل حاجه كويسه احنا واقفين معاه. النهارده كان في اجتماع واخد بالك وقلت له انا كنت بهزر معاه يعني. قلت له بقول لك ايه انا ممكن تشغلني مساعد ليك؟ قال لي ماشي. قلت له بس انا هقول لك حاجات اعمل عكسها. قال لي ليه اعمل عكسها؟ قلت له انا عارف دماغك. انا اي حاجه اقولها لك هقول لك يمين هتعمل شمال. لما قعد يضحك. المهم ان احنا الحمد لله ربنا كرمنا ان شاء الله باذن الله. انا بس بقول للجماهير ان احنا دلوقتي بنحاول مع نادي استاد بتروسبورت.
احنا نعمل التمرين الاخير النهارده، اتفقت معاه ان احنا نعمل التمرين الاخير ان شاء الله يوم الخميس الساعه 9 وهتفتح للجمهور. بس هي المشكله يعني بس عشان الجمهور ما يروحش الاول يعني. الاول يعني انا افتحه للجمهور طبعا. تمام، يمكن ده سبب ان انا بكلمك دلوقتي. انا افتحه للجمهور. احنا دلوقتي بس في حاجتين مهمين في اليوم ده، في ماتش بين في انبي هيلعب حد في اليوم ده، انبي وبتروجيت اعتقد هيبقى الساعه 7 انبي وبتروجيت صح؟ بتهيألي كده. لو هم سمحوا لنا نلعب بعد الماتش بتاع بعد الماتش هيبقى حاجه محترمه جدا. وبكره ان شاء الله انا هكلم السيد مدير الامن العام بحيث مدير امن القاهره ان احنا ناخد موافقه الولاد يلعبوا قدام جماهيرهم يحضر 10000. هو بيني وبينك يعني قرار صائب، لان لعيبه الزمالك محتاجه الجمهور ان هم يكون ليهم داعم قبل السفر يعني. وبعدين بقول لكل الناس اللي طلعوا، يا خالد انت كنت مسافر. اخ اللي اسمه ابراهيم فايق طلع قال لك ده يوم اسود ونهار اسود وايه 1-0. طب ما الاهلي كسب 1-0 ايه وغلب هناك اتغلب هناك يا ساتر مشار. معلش مع احترامي، في فرق بين اللعب كوره او ما لعبوش كوره. يا ساتر مشار، وداد كسبوا صن داونز 2-1 تمام. الاهلي كسب صن داونز هنا 1-0. كان وكان مطالب انه يكسب 6 تمام. النهارده الترجي كسب مازيمبي 1-0 على ارضه تمام. وبالتالي رغم احنا مش راضيين عن مستوى الفريق، لكن الزمالك كسب وما دخلش فيه جون، وبالتالي مش مطالب ان انت طول الوقت تكسب 3-4، لكن انت مطالب ان انت تعمل مباراه كبيره خارج ارضك تستطيع من خلالها ان انت تعود. معلش احنا هناخد من وقتك دقيقتين عشان ما نعطلكش يعني. معلش انا بعتذر لك خالد. لا انا كل لعيبتي اللي كانوا سلام كانوا رجاله في الملعب. صحيح كلامي واضح. وانت عندك لعيبه مهمه ناقصه. يعني كل اللعيبه اللي كانوا سلام كانوا في منتهى الرجوله، لان في لعيبه كانت مش يعني مثلا اوباما يعني تعبان. الراجل اللي هيعمل ايه طيب؟ صحيح يعني اوباما تعبان. ده قال لي انا شخصيا يعني، قال لي انا مش قادر يعني انا وقال لي انا وحمدي النجاس قال لي انا يعني الراجل تعبان. وهي دي المشكله اللي بيننا وبين الراجل اللي جرس. لكن هو في النهايه كان انا يمكن حكيت قصه امبارح لزميلك استاذ احمد جمال اول امبارح انه كهربا الراجل كان مستبعده تمام. فانا حتى يعني بحب كده وبتاع، فقلت له يعني زعلني قال لي عايز تعمل كذا وكذا وده مش معايا مش مسافر. فقلت لايمن حافظ قلت له المترجم ما تقولش اللي انا هقوله، روح هات لي كهربا كده في الخباسه. فهو امير مرتضى راحوا جابوا كهربا لقاه قدامه. فقلت له كهربا بوس عمك جروس من بقه. انت بتهزر معايا يعني؟ بس طبعا يعني انت تستعطفه يعني الراجل عشان يلعب. لا شوف انا بتعامل مع اللعيبه سواء يد. هم يمكن حتى النهارده قعدنا نهزر مع بعض وموضوع الساعه كان مين لابس الساعه الشيك دي؟ كان مين؟ فلفل 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 فلفل. فلفل. يعني حتى قلت له انت رحت قابلت ابني مستشار ترك؟ الساعه دي مثل الساعات اللي خدها كابتن الخطيب وكابتن شبير. انا عايز اقول لك ان كهربا يعني مع احترامي طبعا كهربا احد اهم اسباب الفوز، وانا من وجهه نظري ما كانش يطلع مثلا كخالد. انا مش مهم، انا مش مدرب في النهايه، انا جمهور يعني. دي وجهه نظرك. ده وجهه نظري، لكن في النهايه الراجل هو اللي من حقه يعني. شوف كل ما بشوف انا متابع رضا طبعا لان ولد كويس على طول. هو قضيته جروس يعني، هو بيقول له ايه الزمالك ياخد الدوري بس جروس يمشي، الزمالك يمشي بس جروس يمشي تمام. كل الناس تتكلم، بس انت عارف انا لو قلت كلمه خالد صحيح كلمه واحده الدنيا هتولع. عشان انت رئيس نادي الزمالك. بس انا عايز اوجهه لك بس يا استاذ مشرف. فكره احنا دلوقتي نادي الزمالك بينافس على كل البطولات الحمد لله تمام. فكره بقى تجديد لجهاز او عدم التجديد او انت حابب او هو الراجل حابب، مش مشكله في تجديد يا خالد بالظبط. لكن في النهايه انت في النهايه الحساب بعد نهايه الموسم بالظبط. انا بس في النهايه بس عايز اقول لاخويا المهندس هاني بوريدا طبعا بشكره على موقفه، تاني بقول تاني وتالت ورابع، يا كابتن شوبير انت كنت رافض ان ماتش الانتاج يتأجل وعملت خناقه كبيره مع المهندس هاني ابو ريده. انا بقول لك بالاسم اهو. والراجل المحترم قال لك مالكش دعوه بالزمالك. انما انا في وطبعا بشكر كل زي ما شكرتهم قبل كده بشكرهم تاني كل اتحاد الكوره ما عدا الافندي ده. عايز اقول لما شفت الاسعار يا جماعه، انتوا مش عايزين حد يروح الماتش؟ بتاع تذاكر كاس الامم. الله يا جماعه، هو انتوا بتلموا فلوس لنفسكم؟ يعني دي دوله صرفت ملايين على استادات، ملايين على الاستادات علشان مصر تبقى من ناحية الرياضية الحضارة قدام الناس كلها، وبعدين ملايين على الطرق عشان في طرق بتتعمل تمام. انت مستكتر على شعبك ان التذكرة تبقى ب 20 جنيه ولا 30 جنيه يا راجل. ده الماتش بتاع اللي فات دوت انا كنت عامل تذكرة ب 10 جنيه. ليه؟
انا ما يهمنيش الفلوس او جبت الاوتوبيسات على حسابنا. انا ما يهمنيش الفلوس قد ما يهمني الجمهور يبقى موجود. ايه التذكره اللي ب 1200 والتذكره ب 500 والتذكره ب 1000؟ اقل حاجه 200. اقل حاجه 200 بقى، غير بقى ما لو كلت ومواصلاتك وسندوتشاتك. حفله فيها عمرو دياب مثلا ولا حفله فيها رقاصه يا جماعه رايح. بس انا اعتقد يا سياده المستشار الموضوع هيتغير الايام اللي جايه. مش الموضوع، الوزير الشاب الدكتور اشرف صبحي ما اعتقدش هيوافق على هذه المهزله، واللي اقترح هذا الاقتراح بالاسعار دي يا جماعه ده كيلو لحم 130 جنيه حرام. ارحموا الناس، وخاصه الناس هتبقى طالعه من رمضان على عيد. انا نفسي اتفرج على منتخب بلدي يتخرب بيتي. فاعتقد لا، ده غير كده يا سياده المستشار، انت بتتكلم على سعر التذكره الرسمي، لكن انت عارف السوق السوداء بتشتغل بسم الله ما شاء الله. لا ما السوق السوداء في مصر، مين هياخد التذاكر يا خالد يحطها في الشنطه واخد بالك وبعدين يبيعها في السوق السوداء؟ يعني ممكن التذكره بقى توصل ل 200 ب 500 وام ب 1000 ب 3 في الاخر، وفي الاخر الباشا هيلبسها للسواق بتاعه يقول لك السواق هو اللي سرق التذاكر. اولا ببارك لكم، وعايزين نبارك بكره ان شاء الله فريق السله يا رب ان شاء الله. مش عايز اعطلكم، انا اسف يا باسم. لا لا لا، انت رئيس نادي الزمالك وشرفتنا. هتلر الصغير براحتك يا باشا، طب براحتك، منور الدنيا. بس انا بشكركم، وان شاء الله باذن الله في كاس العالم الانديه تشرفونا باذن الله بامر. المكافئات بتاعتهم امتى يا سياده المستشار؟ يا باشا النهارده طلعت خلاص، وحماد عبد الباري هو اللي معطل الدنيا. حماد عبد الباري والله انا مضيت عليها قبل ما انا ماشي من النادي النهارده الساعه 8. تمام. مضيت عليها ومشيت. هو بس حماده يروح يستلمها ويسلمها لهم وداري ويسلمها لهم ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله. طيبين. شكرا مستشار مرتضى منصور. كابتن باسم، يعني كلمه لجمهور نادي الزمالك تحب توجه لهم رساله وتقول لهم ايه؟ والله احنا اي كلام هنقوله فجمهور الزمالك هيبقى قليل. يعني زي ما حضرتك شفت كده، في الناس جايه لنا الساعه 5 الفجر، واللي جاي من اسكندريه واللي جاي من طنطا واللي جاي من الاسماعيليه والعدد الكبير دوت. جمهور نادي الزمالك اللي دايما ورا فرقه كره اليد في الوحشه قبل الحلوه. بس انتوا بصراحه عودتونا على الحلوه كتير الحمد لله. بس يعني دايما دايما هم في ظهرنا، يعني دايما تبص تلاقي حتى يعني كان في حصل اسبوع حصل فيه دروب كده شويه، اللي هو كان الاسبوع بتاع الماتش للاسف اللي خسرنا فيه ماتش سبورتنج بتاع الكاس. لان كان طبيعي كان لازم يحصل دروب، لان كان في الولاد ست لاعبين كانوا في المنتخب ولعبوا كاس عالم، وجينا تنينا ضاغطين عليهم عشان بدايه الدوري. بعد كده بيحصل الاسبوع ده، الناس استحملتنا والناس متفهمه الدنيا. فده بيديك برضو نوع من الـ من الاطمئنان، ان دايما ان وراك دايما جمهور عظيم دايما بيدفعك للامام. بقول لهم ان شاء الله الحمد لله ان احنا ربنا كرمنا السنه دي بالثلاث بطولات دول، كان نفسنا يبقوا اربعه، وبنعتذر لهم على الكاس. ان شاء الله لو لينا نصيب باذن الله، والسنه الجايه ان شاء الله تبقى احسن من كده ان شاء الله، ويبقى عندنا كمان دعم قوي جدا عشان كاس عالم الانديه ان شاء الله باذن الله. معايا كابتن رحاب ابو رجيله، طبعا عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق وشخصيه المحترمه الجميله، وايضا ابن الكبير كابتن ابو رجيله. كابتن رحاب ازي حضرتك؟ حبيبي يا خالد ازيك؟ وحشني والله يا كابتن. جميل يا حبيبي، منور وبيتك ومكانك. الله يخليك. و يعني يمكن رئيس نادي الزمالك كان ذكر ان انت كنت احد اهم اسباب ترشيح كابتن باسم السبكي للجهاز الفني لكره اليد، فحبينا نعطي لكل طبعا مش غريبه صاحب صح صح كتر خيره طبعا ان هو يعني افتكرني في عز الفرح الجميل ده. اولا انا سعيد جدا ان يكون اول مداخله ليا في برنامج الزمالك اليوم، يكون بمناسبه فريق الهاند بول. انا اعتبرت نفسي ان انا واحد من اسره الهاند بول في نادي الزمالك، مش بس الهاند بول والسله والطايره. الحمد لله يعني ربنا وفقنا في الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها في المجلس السابق، ان يعني قدرنا ان احنا نرجع نادي الزمالك في الالعاب الجماعيه لسابق عهده. طبعا كانت انت مش سمعت كلام هتلر والكابتن باسم على الوضع اللي كان في الالعاب الجماعيه الفتره اللي فاتت، كان صعب جدا، لكن الحمد لله بدعم المجلس وبدعم المستشار، وحتى بعد انا ما سبت المجلس السنه دي الحمد لله حصل دعم ممتاز جدا. في اثنين ثلاثه لعيبه جم الحمد لله، درع وسام يحيى درع لعيب كبير طبعا. طبعا يعني يمكن انا كنت معاهم على طول قبل ما كنت الفتره اللي موجود في المجلس، ولما جه الناس اللي موجوده في المجلس برضو كملت المهمه يعني.
وكذلك برضو في السلة الناس الحمد لله برضو دعمت بشكل كويس جدا، وفي السوبر في الماتشات بتاع السوبر دعموا بشكل قوي جدا. فريق الهاندبول في نادي الزمالك حاجة جميلة قوي يا خالد بجد. صحيح انت فاكر انا استضافتك في كنا في التي سي ساعتها، فاكر كنا كنت راجعين من السوبر تقريبا، راجعين لا راجعين من بطولة افريقيا، بطولة افريقيا صحيح راجعين من بين الترجي تقريبا، الترجي في تونس لما كسبنا الترجي في النهائي كان معانا حاجة جميلة قوي فرقة الهاندبول في نادي الزمالك. انا في نادي الزمالك من سنة يعني فعليا من حاجة و70، بس بجد لما ببقى في وسط يعني بتوع الهاندبول بحس ان حاجة جميلة. اولا طول ما انت قاعد في الماتش انت ما انتش قلقان، انت عارف انك انت هتكسب، في لعيبة رجالة وبيتحملوا مسؤولية. طب انت رشحت كابتن باسم باسم السوفكي ازاي؟ والله بص اقول لحضرتك، هو كابتن باسم كان يعني المفروض ان هو كان هو والكابتن مجدي ابو المجدي كانوا السنة اللي فاتت كانوا هما الاتنين كانوا مرشحين ان هما يجوا يمسكوا الفرقة مش السنة دي. كابتن باسم كان عنده مهمة في ماسك المنتخب، وكان يعني كان هيبقى متأخر علينا انه يبقى موجود معانا، وكنا لازم كان عنده كاس عالم فابتخذنا ابتدينا مع الكابتن مجدي ابو المجد، مجدي ابو المجد، ومجدي عمل يعني موسم السنة اللي فاتت برضه كان جميل وكان كويس، خدنا فيه بطولتين صحيح ما خدناش حاجة محلية يعني. وكان الاختيار على طول كان على الكابتن باسم، والحمد لله دعمناه ربنا وفقه وخد بطولتين وبطولة محلية واللي هي الأهم طبعا الدوري. أكيد طبعا الكابتن باسم حاجة مميزة جدا وراجل محترم، الله يخليك يا باشمهندس، من أول يوم أنا شفته فيه حاجة جميلة يعني. ودايما أسرة الهاندبول في نادي الزمالك، وده دايما لما بقعد مع اللعيبة بقول لهم في حاجة اسمها مدرسة الهاندبول في نادي الزمالك، لازم تحافظوا على ان دايما يبقى في مدرسة الهاندبول في نادي الزمالك. ان شاء الله يا كابتن احمد، كمان بكرة نفرح بفريق يا رب كرة السلة يا رب ان شاء الله باذن الله. بطولة غايبة علينا بقى لها اكتر من 12 سنة. صحيح صحيح صحيح. وعلى فكرة يعني انا اتمنى لكرة السلة التوفيق والبطولة تكون زملكاوية ان شاء الله، لكن هي منافسة قد يفوز الجزيرة قد يعني هي كورة هي رياضة عامة منافسة محترمة وشريفة. احنا محتاجين يا خالد، احنا بقى لنا 12 سنة صحيح انا بتمناها زملكاوية ان شاء الله، لكن انا بقول في النهاية هي منافسة شريفة صح. ان شاء الله باذن الله بكرة يعني نشيل البطولة ديت ونشيل الدرع ده ان شاء الله باذن الله باذن الله يا رب ان شاء الله. بارك للمجلس ان شاء الله باذن الله يبقى موسم كده جميل ونختمه. انا كتبت تويته من يومين كده ثلاثه قلت يا رب مش كتير علينا ان احنا ناخد درع الدوري في الهاندبول وفي السله وناخد درع كره قدم القدم ان شاء الله يبقى سنه جميله ان شاء الله. مش عايزين حاجه تانية كده، هم الاربعه دول بس كفايه ان شاء الله باذن الله. اشكرك كابتن رحاب كده. كابتن محمد رمضان اشكرك جدا واتمنى لك دايما التوفيق. احنا عندنا فقره تانية لسه كمان مع نجوم كره اليد اللي شرفونا وفرحونا. بشكرك يا محمد جدا وكلمه خير حضرتك. انا بشكر حضرتك وكنت مبسوط ان انا موجود معاك، ويا رب اكون ضيف خفيف على عليك وعلى نكمل انت ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله 35 سنه برضو. عندك ايه يا محمد انت؟ انا معايا يوسف واحمد. يوسف والله كام سنه؟ 6 و4. هتدخلهم في المجال الرياضي؟ هم حابين الاجواء، فانا هسيبهم براحتهم يختاروا، بس هم يعني حابين نادي الزمالك قوي لان هم صغيرين وتربوا في نادي الزمالك. ربنا يخليهم لك ويخلي لك زوجتك. ربنا يخليك ربنا يخليك. طبعا كره اليد بالذات يعني الزوجه بتتعب جدا. كابتن باسم حضرتك عندك مين؟ عندك انا عندي هشام حارس مرمى معانا في الفريق. والله فريق زي باباه الحمد لله. انا مش عارف ليه دايما يعني المدربين بيبقوا حراس مرمى في معظم الوقت. يعني اعتقد ايمن حارس مرمى وحضرتك وروبي حارس مرمى وزوران كان حارس مرمى، هم بيتحملوا مسؤوليه اكتر ولا ايه؟ يعني في فعلا عندنا قوه تحمل شويه وعندنا رؤيه الملعب بتبقى برضه واضحه شويه. صحيح صحيح. عندك ايه يا كابتن هشام بس؟ هشام وعندي ملك في اخر سنه طب اسنان. ربنا يخليهم لك يا رب واشكرك واتمنى لك دايما التوفيق. نطلع لفاصل ونستقبل بعديها نجوم كره اليد الزملكاويه اللي فرحونا واسعدونا بالبطولات اللي انتوا موجوده هنا سواء الافريقيه او الدرع الدوري العام. معايا طبعا بعد شويه هيكون معايا كابتن اكرامي يسري، وهيكون معايا الكابتن محمد علي، وهيكون معايا كابتن وسام نوار نجوم نادي الزمالك. نكمل حلقتنا النهارده واحتفاليتنا بكره اليد الزملكاويه. يلا بينا.